أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يجده الإنسان من كراهية للموت يعتبر ذلك نقصا في دينه وإيمانه؟ وهل هذا الشعور يكون بسبب عمله؟ كراهية الموت أمر طبيعي، ما أحد يحب الموت، حتى البهائم تنفر من الموت. كراهية الموت أمر طبيعي، إنما كراهية الموت مما كراهية الموت من أجل الأعمال السيئة، أن الإنسان يعمل أعمال سيئة ويكره الموت لأنه يعلم جزاء هذه الأعمال، هذا هو المنهي عنه. إذا كان يكره الموت من أجل أعماله ويكره لقاء الله جل وعلا فهذا هو المذموم. أما إذا كان يكره الموت كراهية طبيعية فهذا ليس بملوم، لأن هذا أمر طبيعي. ولا وقالت عائشة يا رسول الله رضي الله عنها: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله، والكافر والعياذ بالله يبشر بالنار فيكره لقاء الله. هذه الكراهة تزول من المؤمن عند الاحتضار ويسر بذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله، والكافر والعياذ بالله يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله. نعم.